الأخبار الثالثة من 218 والبداية مع العناوين. ردنا بين انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والحرب على الإرهاب. بان كي مون مستقبل ليبيا على المحك. والعطل المجتمع الدولي تناسى المشكلة الإنسانية في ليبيا. سلام الله عليكم. تشهد مدينة درنا كسائر المدن الليبية انقطاعا في التيار الكهربائي لفترة طويلة، الأمر الذي انعكس على الحياة، فأصبح ضجيج المولدات الكهربائية بمثابة متلازمة يومية تصاحب حياة المواطنين في المدينة، كما تشكل أزمة نقص السيولة في المصارف وغياب غاز الطهي والوقود أحد المشاكل التي تواجه سكان المدينة، التي لا تفارقها أيضا أصوات القذائف وقصف الطيران نتيجة وجود تنظيم داعش في أطراف المدينة وما يقوم به من أعمال تؤرق حياة المواطنين. والآن ننتقل إلى سرت، حيث أكد مصدر لـ 218 في المدينة قيام عناصر داعش ليلة أمس الأول بإعدام الشاب عبد الرحيم مسعود القذافي بمنطقة أبو هادي رميا بالرصاص لخلاف نشب بينه وبين أحد عناصر التنظيم من حملة الجنسية التونسية. المصدر أفاد باستمرار المداهمات العشوائية لمنازل المواطنين في عدة مناطق بالمدينة خلال الليل، ولم يتسنى بعد التأكد من وجود اعتقالات. وفي بنغازي تمكنت قوات الجيش من تحرير معسكر 17 فبراير والحي الجامعي بالكامل وسط تقهقر لفلول المجموعات المتطرفة في المحور الغربي للمدينة. المتحدث الرسمي باسم سرية المدفعية بالمحور الغربي في مدينة بنغازي سالم خفير قال إنه تم رصد بعض التجمعات بالجهة الخلفية لكلية الهندسة داخل جامعة بنغازي، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معها من قبل سرية المدفعية وقوات المشاة. وأضاف أن قوات الجيش تحاصر الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل الجامعة من ثلاث جهات، وأنه لا مفر لها سوى التراجع إلى منطقة الجوارشة. عملية دم الشهيد ليست العملية الأولى للجيش في بنغازي، غير أنها اعتبرت عملية الحسم لتحرير المدينة. تركزت المعارك الأولى للعملية على أهم معاقل إمداد المتطرفين المتمثلة في معسكر 319. السيطرة على 319 كانت سبباً في السيطرة التامة على المحور الشرقي المتمثل في سيدي فرج، بوعطني، مشروع البومبا، مصنع المشروبات، الأمر الذي أدى لتحرير منطقة الليثي. أصبحت المنطقة الشرقية من بنغازي تحت سيطرة الجيش بالكامل. تستمر المعارك بمحور سوق الحوت والصابري الذي يقع شمال شرق المدينة. مع تقدم للجيش تمت فيه السيطرة على ميناء بنغازي البحري ومبنى الجوازات ومحكمة الشمال، غير أن تقدم الجيش يعيقه الألغام. أما المحور الغربي الجنوبي والغربي الشمالي الذي تدور فيه معارك عنيفة، فبعد السيطرة على ميناء المريسة الذي يعد من أهم نقاط الإمداد للمتطرفين، يستمر الجيش ويسيطر على الحي الجامعي والقرية السياحية وتيكا والحليس. تنحصر المعارك الآن بمنطقة جريونس التي تقع في محيطها جامعة بنغازي القريبة جدا من كتيبة 17 فبراير التابعة للمتطرفين ومنطقة جنفودة والجوارشة، غير أن هذه المناطق مصيرها مرتبط بالمعارك الدائرة الآن بمصنع الإسمنت المحاصر من قبل قوات الجيش. فإذا تمت السيطرة على مصنع الإسمنت الواقع بالمحور الغربي الجنوبي،
فإنه سوف تتم السيطرة على منطقة لغوارشا بسهولة. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مستقبل ليبيا على المحك وستتردد أصداؤه على مدى بعيد، وإننا نواجه في هذه اللحظة آفة داعش المروعة التي تتوسع في ليبيا وتمتد منها إلى مناطق أخرى. واعتبر بان كي مون خلال خطابه الذي ألقاه مساء الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن النجاح في تحقيق استقرار ليبيا ستستفيد منه أيضا منطقة الساحل وما وراءها، مؤكدا أنه يشعر ببالغ القلق إزاء الحالة في ليبيا، وأن الأمم المتحدة لديها تقارير مزعجة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك تجاوزات جسيمة قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب. وأضاف أنه يجب على جميع الجهات التي لها نفوذ أن تسخره لتهدئة الوضع ووقف القتال، وإن معالجة الأمر يتسم الآن بعدم المسؤولية على نحو خطير. إلى ذلك حذرت الجزائر من أي تدخل عسكري محتمل في ليبيا مجددة تمسكها بالحل السياسي التوافقي للأزمة القائمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية رمطان العمامرة قوله في تصريح في العاصمة الجزائر أن المغامرات العسكرية ليس لها أي حظ لحل هذه المشكلة لا في القريب العاجل ولا حتى في الأمد البعيد، وأن أي تدخل عسكري آخر في ليبيا سيؤدي إلى المزيد من الخراب والخسائر البشرية. العمامرة أعاد تأكيد احترام الجزائر لحق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسبا لشعبها، واعتبر أن دور المجتمع الدولي هو العمل بشكل جاد من أجل الوصول لحل سلمي وتوافقي يبدأ بتمكين حكومة التوافق الوطني التي طال انتظارها بحسب وصفه. في لقاء أجرته معه إذاعة الأمم المتحدة قال المبعوث الأممي مارتن كوبلر إن العملية السياسية في ليبيا لا يمكن أن تظل رهينة بيد الأقلية، فالأغلبية تريد التحرك إلى الأمام، مشيرا إلى أنه لن تكون للحكومة قيمة لو مارست مهامها من طبرق أو تونس. إن الموارد المالية لهذا البلد تتقلص، فأسعار النفط وإنتاجه ينخفضان بشكل كبير. كان يتم إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2011، والآن أصبح العدد 350 ألف. قريبا لن توجد أموال لدفع الرواتب وتقديم الدعم والكهرباء وغير ذلك، عندئذ ستصبح البلاد في وضع سيء للغاية. It is very important to be politically united. من المهم للغاية الاتحاد سياسيا وعدم التلاعب بالبلد أو خوض معارك بالوكالة، لأن للجميع مصلحة واحدة وهي محاربة داعش. من المهم للغاية الحد من توسع داعش، لأن هذا يضيف للوضع الصعب. إن داعش تتوسع في الشرق والغرب وأيضا في الجنوب، هناك منظمات إرهابية في دول الجوار، وإذا انضمت تلك المنظمات لبعضها مع داعش سيكون من الصعب للغاية. علينا جميعا الالتزام بتشجيع الليبيين الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية بأنفسهم على اتخاذ القرارات الضرورية للموافقة على الحكومة التي يجب أن تتخذ من طرابلس مقرا لها. لن تكون لها قيمة إذا كانت في طبرق أو تونس. نعم ممكن لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، فلن نستيقظ يوما نجد كل الحكومة في طرابلس. يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي. هناك وزراء بالفعل في طرابلس، وعلى الليبيين عندئذ تطوير دينامية لانضمام المزيد منهم، وأن ينتهز مجلس النواب الفرصة لتشكيل حكومة توفر الخدمات الأساسية للسكان. دعا نائب في البرلمان الإيطالي لفتح تحقيق مع مسؤولي الدفاع والخارجية في الحكومة الإيطالية لمعرفة ملابسات مقتل اثنين من الرعايا الإيطاليين وإطلاق سراح اثنين آخرين في ليبيا. نائب رئيس مجلس الشيوخ غاسباري قال إن الحكومة تتصف بالتكتم وعدم المصداقية، فكل ما تقدم عليه يتمثل بمواقف تتعارض والسياسة الأمنية في منطقة المتوسط. وأضاف أنه من المدهش أن تعتقد الحكومة أنها ستنفذ بجلدها من خلال جلسة استماع للجنة برلمانية لأمن الدولة حول ما حدث في ليبيا، فمن الضروري الحصول على إجابات فورية خلال اجتماع لجنتي الدفاع والخارجية بالبرلمان على غرار ما فعلنا في الماضي في حالات مماثلة.
مشددا على دعمه لكافة الانتقادات التي تم توجيهها لجهاز الاستخبارات الإيطالي الذي لا ينشر أي تفاصيل عن طبيعة العمل الذي يقوم به العناصر المنتسبون للجهاز في ليبيا. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب عبد العظيم البشتي المتابع للشأن العام. أهلا بك سيد بشتي، أبدأ معك من مستقبل ليبيا الذي وصفه بان كي مون بأنه على المحك وقال إن أصدائه ستتردد على مدى بعيد، كيف تعلق على ذلك؟ في البداية أشكركم على هذه الاستضافة وأحييكم وأحيي كل مجتمعكم. دون شك ليبيا تشكل هاجس كبير لدول الغرب تحديدا وحتى لدول الجوار. ان انفجرت الامور وخرجت عن السيطره فعلا سوف يكون لذلك تبعات كبيره على اوروبا في الشمال، وعلى ايضا عن لديهم مخاوف كبيره من ارتباط الارهاب في ليبيا بالارهاب في جنوب القاره. وبالتالي فعلا نحن امامنا فرصه امل ان لا نضيعها، لان فعلا مقدمون على للاسف الشديد على كارثه كبيره في حال تدهور الاوضاع. نحن الان في موقف ايجابي بشكل كبير، انتصارات الجيش في بنغازي يجب ان تكون فرصه لنا لاستثمارها في من اجل لملمه اوضاعنا السياسيه واجازه او قرار حكومه الوفاق الوطني الان لكي تستكمل هذه الاوضاع وتبنى عليها، ولكي تطلب السلاح للجيش لتسليحه بعتاد اكثر اهميه حتى يتمكن من حسم معاركه القادمه في وقت اسرع. ولكن للاسف الشديد لا زال ثمه اصحاب المصالح في ليبيا لا زالوا يلهثون وراء مصالحهم. انا ارى ان مقدم بعض الاشخاص من البنغازي البرلماني الى مؤتمر طرابلس ليكون بدافع ايجاد حوار يسمونه ليبي ليبي، بل هو حقيقه لها وراء مصالح. وبالتالي انا اريد ان اقول ان فعلا الانهيار الاوضاع في ليبيا سيكون كارثه كبيره على الليبيين بالدرجه الاولى، ولكن سيكون له اثاره على الدول الجوار الذين يتخوفون كثيرا حتى من التدخل الاجنبي، لان يعرفون ما يسببه ذلك من انفلات امني ونزوح وتسرب للدواعش لكل المنطقه. نعم، وهذا ما شمال نعم وهذا ما أشار إليه بان كي مون حيث قال إن تحقيق الاستقرار في ليبيا ستستفيد منه دول الساحل وأيضا ما وراءها، وهو يقصد أو يلمح إلى الدول الأوروبية. لماذا لم تقم الدول أو دول العالم يعني باتخاذ أي خطوة جدية لتحقيق الاستقرار في ليبيا لغاية الآن؟ دول الغرب أشاروا كثيرا إلى أنهم يريدون حكومة وحدة وطنية وأنهم مستعدين لتقديم كل المساعدات بما فيها التدخل العسكري خاصة الجوي، ولكنهم يريدون أن يتم ذلك عبر حكومة شرعية، حكومة وفاق وطني الشرعية. ولكن تأخرنا إلى حد الآن في عدم الوصول إلى إقرار حكومة الوفاق الوطني سبب ذلك في تأخر طلب من الدول الغرب، وارى انهم يعني قد هم على عجله من امرهم، مخاوفهم كبيره وربما يتدخلوا حتى بدون تنسيق مع الحكومه. هذا الامر الذي لم نكن نريده، وبالتالي اقرار حكومه الوفاق الوطني سيكون مفتاح لكثير لحل كثير من المعضلات الداخليه والخارجيه. الغرب لن يتدخل او يحاول ان لا يتدخل الا وفق الشرعيه الدوليه، وأن يكون الطلب من حكومة الوفاق الوطني رسميا بطلب المساعدة سواء كان لوجستيا أو بتزويده بالسلاح أو حتى ببعض الضربات الجوية أو بتدريب قواتنا. ولكن تأخرنا في قرار حكومة الوفاق الوطني جعل هذا الموضوع الآن في غاية الصعوبة، وربما فعلا سيتدخل الغرب بدون وجود حكومة، وذلك يكون مدخل لأن تتدهور الاوضاع بشكل كبير جدا. ولا ادري ما الى متى سنبقى نروح في مكاننا، ولا لا ادري الى متى يبقى هؤلاء الذين يسيطرون على الوضع في ليبيا بهذا الاستهتار بمصالح الوطن. هذا امر مؤسف. نامل ان تحل الاوضاع سريعا، ونامل ان يتم اقرار حكومه الوفاق الوطني سريعا، ونستثمر هذه الانتصارات الكبيره لجيشنا البطل في بنغازي، وبإمكاننا أن فعلا
أن نقضي على داعش في ليبيا بل في المنطقة. نعم نعم. ونزيل خطرتها على سواء كان على جنوب أوروبا ولا أو على منطقة الساحل نعم. الأفريقي. هذا واضح. أبقى في ما قاله بان كي مون، هو أشار إلى وضع حقوق الإنسان في ليبيا وقال إن هناك انتهاكات كبيرة في هذا المجال، مجال حقوق الإنسان، وقد ترقى يعني بعضها يرقى إلى أن يكون جريمة حرب. كيف يمكن وقف هذه الانتهاكات؟ للأسف الشديد نحن نرى هذا يوميا وبدقة، وهذا الانفلات الأمني وأيضا الحروب وما يصاحبها من فوضى أمنية ومن استخدام للسلاح، استخدام العبث للسلاح حتى في المناطق المستقرة. في أولا في مناطق الحروب يتم الأمر لن يكون الأمر تحت الضبط التام، وبالتالي ستتم اختراقات وتتم انتهاكات، وحتى في المناطق الآمنة حتى في طرابلس يتم انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، يتم الاعتقالات ويتم الخطف ويتم القتل ويتم الاغتيال بشكل كبير جدا. نحن في من هذا الجانب نحن نعاني كارثة كبيرة فعلا. لا يوجد أي شرعة لحقوق الإنسان، ولا تقول أننا لا يوجد لدينا أي مؤسسات لا قضائية ولا قانونية ولا ضبطية ولا شرطة ولا جيش، وبالتالي الميليشيات وحتى المجرمين استباحوا الدول الوطن ويعيثون فسادا في بلادنا. نعم. بعيدا عن ذلك، يعني وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة قال إن المغامرات العسكرية بالتحديد ليس لها أي حظ لحل المشكلة في ليبيا، لا في القريب العاجل ولا حتى في الأمد البعيد. ماذا كان يقصد؟ لا أدري، لديهم مخاوف، الدول الجوار لديهم مخاوف من أمرين، من التدخل الأجنبي الذي قد يكون مفتوحا وقد يتم بطريقة فعلا تجعل المنطقة كلها في فوضى عارمة، وأيضا يتحسبون كثيرا لعملية اللجوء الذي سيترتب عن مسألة الحرب والقتال، سيتحسبون كثيرا اللجوء، هذا اللجوء الذي سيرتب عليهم كثيرا من الإشكاليات والمسؤوليات، وأيضا يتخوفون حتى من اختراق أن يتم ضمن النازحين يتم الدواعي دخول بعض الفئات الإرهابية التي ستكون نواة لتقلقل يعني أن تخلق مشاكل في دول الجوار. هم يتخوفون كثيرا من التدخل العسكري، ولكن ضروري في حالة واحدة أنا أرى أن يكون تحت طلب وبناء على طلب حكومة الوفاق الوطني حتى يكون محدودا ونستفيد منه بالطريقة التي تناسبنا. نعم. هذا واضح. عبد العظيم البشتي المتابع للشأن العام، شكرا جزيلا لك. أكد اللواء محمد الفخري وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أن ليبيا كان مخطط لها من قبل بعض الدوائر أن تكون بؤرة ونقطة يرتكز فيها تنظيم داعش. ونقلت وكالة روسية عن فخري قوله إن جهودا كبيرة تبذل في ليبيا في الوقت الحالي لاجتثاث الإرهاب من كافة المدن الليبية، وخاصة بعد دحر المجموعات الإرهابية في إجدابيا وبنغازي. تصريحات الفخري جاءت على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، حيث اعتبر وزير الداخلية أن دول جوار ليبيا وهي الجزائر وتونس ومصر تقع في دائرة استهداف الإرهاب، مؤكدا عزم حكومة الوفاق الوطني القادمة على مكافحة الإرهاب. أصدرت اللجنتان المشكلتان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام للحوار الداخلي بيانا قررتا فيه إجراء تعديلا على اتفاق الصخيرات. اللجنتان اتفقتا على ضرورة إجراء بعض التعديلات على الاتفاق السياسي بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويحقق التوافق الوطني الشامل، معللين هذا التعديل بسبب ما يسود المجلس الرئاسي من خروقات وصراعات يصعب معها على الحكومة الخروج بليبيا إلى بر الأمان بحسب البيان. استنكر بيان لحكومة الإنقاذ تصريحات كل من كوبلر والدباشي أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة. وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بوزعكوك أعلن مساء أمس إقالة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من منصبه المعين فيه من قبل الحكومة المؤقتة، قائلا إن الدباشي لا يمثل إلا نفسه وإن على الأمم المتحدة احترام خيار الشعب الليبي.
ويأتي القرار بعد ساعات من خطاب الدباش الذي قال فيه إن مسؤولين في طرابلس يدعمون الإرهاب. أضاف أن حكومة الإنقاذ ليس لديها جيش وأن الجيش الليبي الحقيقي هو الذي يحارب الإرهابيين في بنغازي. أفاد بلاغ رسمي بقيام دورية عسكرية إيقاف شخص تسلل إلى ليبيا أو من ليبيا إلى تونس بالمنطقة العسكرية العازلة بجهة القصر بالذهيبة من ولاية تطاوين. ونقل البلاغ عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني أن المذكور لا يحمل وثائق هوية وأنه كان مصابا على مستوى أسفل الرجل اليمنى، مضيفا أن الموقوف صرح بأنه تونسي من منطقة عمدون من ولاية باجة كان يعمل في وازن، وأن سوء تفاهم شد بينه وبين مشغليه تطور إلى اتهامه بالإرهاب وأطلاق النار عليه ما اضطره للعودة إلى تونس خلسة نظرا إلى عدم حيازته لجواز سفره حسب قوله. وقد تم تسليم الموقوف إلى الجهة المختصة لمزيد من التحري معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقد وزير الصحة رضا العكلي مؤتمرا صحفيا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري وممثلي منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين، وذلك حول وضع القطاع الصحي في ليبيا، حيث عرض الوزير خلال المؤتمر مشاكل القطاع متحدثا عن الحلول الواجب اتخاذها بمعية منظمة الصحة العالمية، موجها رسالة للمجتمع الدولي لتعجيل التدخل لفائدة المستشفيات والعيادات في ليبيا وتمكين الوزارة من ميزانية المستلزمات الصحية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ خطتها والتعامل بجدية مع الموضوع. هل تعلمون أن المستشفى النفسية في بنغازي وفيه أكثر من 200 حالة نفسية؟ كان المستشفى وقع في منطقة الاشتباك جنب الهواري، فتم نقل هؤلاء المرضى إلى مدرسة، ولنا أكثر من سنة نحاول أن نجد بديل، وأحد هذه البدلاء هو بناء مستشفى جاهز سموها بريفاب هوسبيتال في بنغازي بقيمة 1.5 مليون يورو فقط. للأسف إلى هذه اللحظة لم نتمكن من توفير ميزانية لإنشاء ذلك المستشفى الجاهز الذي يجب أن يكون متكامل في خلال 60 يوما من فتح الاعتماد، لأن المجتمع الدولي يعني اختار أن يتناسى المأساة الإنسانية التي نراها أمامنا في ليبيا اليوم. كان لدينا حوالي 3000 سرير في المستشفيات، يعني قادرين أن نعالج 3000 مريض في داخل المستشفى في الليلة الواحدة. اليوم عدد الأسرة لا يزيد عن 700، ذلك بسبب إقفال أو تدمير عدد من المستشفيات في أثناء الحرب ضد الإرهاب. كما ذكرت أن هنالك من الدول عديد من الدول معترفة، لم تكن جميع الدول معترفة بالحكومة المؤقتة ولديها أموال مجمدة، ولكنهم يرفضون تسييد تلك الأموال. فعلا هم مقتنعين أن يجب أن التصرف في هذه الأموال عن طريق حكومة وفاق وطني. الآن المجتمع الدولي يقول لا، نبي حكومة وفاق وطني أخرى من نوع ثاني. فإذا كان كل دولة تمسكت بهذا المبدأ، بهذه الحجة الواهية التي ذكرناها، للأسف من يدفع الثمن هو المريض الليبي والجريح وحالات الأورام التي لا نستطيع توفير العلاج لها. فواحد في المية من الأموال المجمدة في العالم ككل تكفينا لشراء أدوية لمدة سنوات. للأسف عندنا نحن فاقد كبير في ميزانية الإمداد الطبي في ليبيا لأسباب عديدة. ميزانية الإمداد الطبي في ليبيا حوالي 1.2 مليار في 2012 في ليبيا كانت، يعني حوالي مليار دولار. لكن الآن إذا استطعنا أن نتحكم في هذه الميزانية بشفافية المنظمة الصحة العالمية، أنا متأكد نحن لن نحتاج أكثر من 300 إلى 500 مليون دولار، أقل من ثلث أو ربع أو نصف القيمة حيكون كافي لشراء الدواء للشعب الليبي لمدة سنة كاملة. كسلطة رابعة، المسؤولية الآن الإنسانية عليكم أنتم أن توصل هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي وإلى حكوماتكم، لأن بعد هذا أنا شخصيا لا أستطيع أن أفعل أي شيء ثاني. تكلمنا في منظمة الصحة العالمية وطلبنا برفع درجة الخطورة في النظام الصحي في ليبيا إلى الدرجة الثالثة، ولهذه اللحظة ننتظر القرار من جنيفا. اتصلنا بالسيد مارتن كوبلر وعدد من السفراء العالم بما فيهم أمريكا ودول أوروبا
والاتحاد الأوروبي ولم نجد لم يأتينا حل لهذه اللحظة. المسؤولية الإنسانية لحاجة الشعب الليبي بين يديكم اليوم، وأرجو منكم أنكم تساعدوني توصل الرسالة لا أكثر ولا أقل. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. لجنة الأزمة في غاز تبحث مع مدراء محطات الوقود سبل حل مشكلة غاز الطهي. درنا بين انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والحرب على الإرهاب. بان كي مون مستقبل ليبيا على المحك. العقلية المجتمع الدولي تناسى المشكلة الإنسانية في ليبيا. أهلا بكم. أكد مسؤول في البريد للاتصالات داخل مدينة بني وليد ل218 عودة خدمة الاتصالات والإنترنت بعد غيابها لمدة يومين عن المدينة بعد انقطاع مفاجئ في خدمة الاتصالات ليبيانا والمدار والإنترنت ليومين متتاليين. نبقى في بني وليد، حيث تفقدت لجنة الإشراف التابعة لجهاز تنمية وتطوير المدن فرع المنطقة الوسطى المرقب عددا من مشاريع صيانة المقار والمباني الحكومية بالمدينة، والتي تقوم بعض الشركات الوطنية بالصيانة وتجهيزها واستلامها في المدة المحددة. وأوضح رئيس المجلس المحلي بني وليد علي الدقراط أن عملية البناء والصيانة نفذها جهاز تنمية وتطوير المدن فرع المنطقة الوسطى وبرعاية المجلس المحلي للمدينة، كما تضمنت الزيارة مشروع صيانة وتحوير مستشفى بني وليد العام ومستشفى النساء والولادة ومشروع صيانة مقر مبنى المجمع الإداري ومشروع المدرسة النموذجية، إضافة إلى مشروع الشركة الصينية وبعض المدارس الجديدة التي ينفذها الجهاز. عقد في مدينة أوباري الاجتماع الأول للجنة الأزمة بحضور عدد من أعضائها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية تختص الأولى بحصر الأضرار والثانية بحصر النازحين وجهود الإغاثة، ولجنة إعلامية للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأضرار التي طالت مختلف المرافق بالمدينة. وتقرر في نهاية الاجتماع أن تباشر اللجان عملها كل في مجالها واختصاصها ومعالجة الملفات العالقة وتكثيف الجهود التي من شأنها إعادة الاستقرار للمدينة. تجتمع اللجنة لحصر الأضرار التي نتجت عن أحداث أوباري في الفترة السابقة ومساعدة النازحين في العودة لمنازلهم وتوفير احتياجاتهم العاجلة من تموين وتوصيل الكهرباء والمياه وحصر الأضرار العامة اللي وقعت داخل منطقة أوباري، مزارع ومساكن وبنية تحتية ومرافق العامة. الآن جولة في الأضرار التي تكبدها هذه المنطقة من في الاشتباكات التي حدثت في السنة ونصف التي دارت فيها اشتباكات، والآن الشباب كلهم حيوية ونشاط وكلهم في صيانة وكله في تخصصه. احنا الآن منظر جماعة شباب الكهرباء وهم يصنون الأسلاك الكهرباء في حي جنب القلعة توباري، وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله أن نزور مواقع أخرى لنروها للعيان. زار رئيس لجنة الأزمة بشركة البريغا لتسويق النفط ميلاد الهجرسي محطات الوقود بغات، واطلع على الألية التي يقوم بها مشرفو المحطات بتوزيع وحجز الوقود، كما ناقش في اجتماع له مع المجلس البلدي غات ومدراء المحطات والحكماء سبل حل مشكلة غاز الطهي وكافة المحروقات ومشتقات النفط في المدينة. تطلب هذا تدخل لجنة أزمة الوقود بشركة بريغا لتسويق النفط لوضع الإجراءات والتدابير لحل أزمة الوقود ببلدية غات.
طبعا الفترة الماضية بالتواصل مع السيد أبو بكر البقي والسيد محمد العجيلي. أبو بكر البقي طبعا رئيس لجنة المصالحة ومحمد العجيلي آمر القوة المحايدة. بالتواصل معه وأخبرناه بضرورة تزويد بلديتي غات وأوباري بالوقود لحل أزمة الوقود في هذه البلديات. الحمد لله تمكننا بعد سنة وسبعة أشهر من تزويد بلدية غاد بكمية تقدر ب 420 ألف لتر من الوقود موزع على خمس محطات العاملة ببلدية غاد، كذلك محطي اثنين من محطات ببلدية أوباري. الآن الحمد لله الأزمة في طريقها للانفراج. اجتماع اليوم أجبرنا طبعا في الفترة الماضية أجبرنا للذهاب للمجيء لبلدية غات لاجتماع مع المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي ومشرفي محطات الوقود والجهات الأمنية وحرس المنشآت النفطية الذي موجود ببلدية غات، لوضع آلية عمل تضمن استمرار تزويد بلدية غات ووضع الترتيبات عند المحطات. أقامت منظمة مبادرة التغير السلمي ورشة عمل برعاية المجلس البلدي البوانيس وتحت عنوان السلام الاجتماعي والتنمية المحلية بالبلدية التي استمرت على مدى يومين. وقد شارك في هذه الورشة أعضاء من المجلس البلدي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض من موظفي البلدية وممثلين عن مجلس الحكماء والشورى بالبلدية. رمضان كريم المدرب التوجيهي بالمنظمة ألقى عدة محاضرات متخصصة اهتمت بعدد من المحاور من بينها السلام الاجتماعي والتنمية المحلية وإنشاء الشركات لتحقيق السلام الاجتماعي وبناء العلاقات وإشراك المجتمعات المحلية وتقييم احتياجات التنمية والسلام الاجتماعي وتخطيط وتحقيق السلام الاجتماعي والتواصل مع الموظفين ومراقبة وإدارة التوترات. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. معرض للأسر المنتجة بمنطقة لنزيلة بالجديد. درنا بين انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والحرب على الإرهاب. بان كي مون مستقبل ليبيا على المحك. العطل المجتمع الدولي تناسى المشكلة الإنسانية في ليبيا. أهلا بكم من جديد. أقامت جمعية البيت الأصيل بمقر الجمعية معرضا للأسر المنتجة بمنطقة لنزيلة بالجديد، واحتوى المعرض على أجنحة لمشغولات الصوف والمأكولات الشعبية والمقتنيات وأدوات الزينة من الفضة المستخدمة قديما. عائشة معتوق رئيسة الجمعية قالت إن الهدف من المعرض هو مشاركة الأسر المنتجة والتي تحتفظ بإنتاجها داخل بيوتها من أجل عرضها للجمهور وإظهار قدرات النساء في إنتاج مختلف القطع والحلي والملابس الصوفية. المصنوعات مختلفة، في نباتات زينة، فيها التطريز اليدوي، التطريز السورية، احنا عندنا سورية المطهر ولا سورية المدام، يعني في اللبس الشعبي عندنا مأكولات، مواد غذائية، خل التمر اللي هو بما فيه خل التمر أو أنواع من الحلويات أو أنواع من البسكوتات أو الهريسة. انطلقت بجبال أكاكوس أولى سباقات رالي أكاكوس والبحيرات برعاية جروب فزان، وهو سباق القدرة وقوة المحركات الذي من النادر إقامته في ليبيا، وشاركت فيه 18 من 55 سيارة مشاركة في الرالي، حيث فاز بالمركز الأول رمضان الصمدي من فريق مصراتة بعد أن تجاوز 310 صعودا، والثاني تحصل عليه المتسابقان حسين العطلة وأحمد التير من فريق مصراتة أيضا بمسافة 250 مترا. أما الترتيب الثالث فكان من نصيب علي عطية من مجموعة سوكانا. الله أكبر.
قام نادي الزنتان للرياضات الميكانيكية واتحاد شباب الزنتان بتنظيم السباق الرالي الثاني لاستعراض المهارات في فئة الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي. الرالي شهد مشاركة عدة فرق وأندية من الزنتان وطرابلس والزاوية وصبراتة وصرمان وباقي المناطق الغربية، وكانت نقطة التجمع في بوابة بئر عياد ثم التوجه إلى مقر نادي الزنتان للرياضات الميكانيكية قبل الانطلاق إلى حلبة السباق في المنطقة المسمى مرقب الذيب. وشهد اليوم الأخير منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة في استعراض المهارات والسرعة، حيث أبدى المنضمون والمشاركون والحضور رضاهم التام عن هذا الرالي من حيث التنظيم الجيد وعدد المشاركين. رالي زنتان للرياضات الميكانيكية، هنا أحد المشاركين من المنطقة الغربية منطقة زلطن، واسمي محسن مسعود دربالة. نشكر شباب الزنتان على هذه الفرصة لتحتنا للمشاركة اليوم. من جميع المناطق جت الشباب والحمد لله يعني نتواصلوا، هذا أهم شيء هو في البطولة هذه، ما فيهاش أي شيء ما عدا أن احنا نتواصلوا ونهدرزوا ونتعرفوا، الشباب يتعرفوا على بعض ومزيد يتواصلوا، كلها شباب ليبيا، ما فيش حد غريب من برا. وطبعا قدام شين فيه بإذن الله ماشيين في المشوار، مش حنوقفوا إن شاء الله، وكل مرة في حاجة جديدة وكل مرة فيه موضوع جديد، وهو هذا هدفنا، يوم في رحلة يوم في بطولة يوم في رالي يوم كذا، الحمد لله يعني إن شاء الله بشوية بشوية لين تيسر الأمور. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إن قافلة مساعدات غذائية وإمدادات أخرى تحركت من دمشق متوجهة للغوطة الشرقية شرقا، مستغلة وقف الأعمال القتالية. سهل وقف الاقتتال الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي وصول مساعدات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري إلى المناطق التي كان يصعب الوصول إليها، لكن القتال استمر في بعض المناطق بالبلاد، حيث أضاف أن توصيل المساعدات سيستمر في الفترة القادمة، ونحن مستعدون تماما لاستغلال الظروف المواتية في تلك الفترة التي انخفض فيها القتال بشكل ملحوظ. قال البيت الأبيض يوم أمس إن الرئيس باراك أوباما سيقوم بزيارة غير مسبوقة لكوبا في النصف الثاني من الشهر الجاري. وأوضح الناطق باسم الإدارة الأمريكية جوش أرنست أنه خلال هذه الزيارة ينوي الرئيس مقابلة معارضين سياسيين، وسيتم تحديد لائحتهم من قبل البيت الأبيض. وأضاف أن الرئيس أوباما سيلتقي بمن يريد، والحكومة الكوبية لن تتدخل بأي شكل، وأشار إلى أن وزير الخارجية جون كيري سيرافق الرئيس خلال الزيارة. وبزيارته هافانا سيكون أوباما الرئيس الأمريكي الأول الذي تطأ قدمه أراضي كوبا منذ زيارة الرئيس كالفين كوليدج في العام 1928. أعلنت الفلبين احتجاز سفينة كورية شمالية اليوم عملا بقرار صادر عن مجلس الأمن نص على تشديد العقوبة الدولية على بيونغ يانغ، وذلك أثر التجربة النووية واختبار الصاروخ الفلسطيني اللذين أجرتهما أخيرا. وقال المتحدث باسم رئاسة الفلبينية إنه لا يسمح لسفينة الشحن التي تبلغ حمولتها 7,000 طن بمغادرة مرفأ شمال شرقي العاصمة مانيلا الراسية منذ 3 أيام، وأشار إلى أنه سيتم تسفير طاقمها إلى بلادهم. قال التلفزيون الكوري الشمالي اليوم أو يوم أمس إن زعيم الكوري كيم كونغ أون أمر بلاده بأن تكون جاهزة لاستخدام أسلحة نووية في أي وقت وتحويل وضعية جيشها إلى هجوم وقائي في مواجهة تهديدات متنامية من أعدائها. وأضاف التلفزيون أن كونغ أون أكد على الحاجة إلى أن تكون الرؤوس الحربية النووية المنشورة للدفاع عن البلاد في وضع الاستعداد لكي يتم إطلاقها في أي لحظة. ذا وأصدر التلفزيون صورا ثابتة لكيم وهو يشرف على التدريبات، فيما لم يذكر موعد التدريبات، لكنه قال إن كوريا الجنوبية تقع في مرمى نيران الأسلحة الجديدة. دعت هيلاري كلينتون إلى زيادة في الحد الأدنى للأجور، وهي الخطوة من المرجح أن ينظر إليها على أنها محاولة لكسب أنصار منافسها بيرني ساندرز في الترشيح على الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
وقالت كلينتون: نحن الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تطلب من العمال الاعتماد على الإكراميات بدلا من الأجور. هؤلاء العمال يمكن أن يحصلوا بشكل قانوني على أجر ضئيل يبلغ نحو $2.25 للساعة، ولم يحصلوا على زيادة منذ 25 عاما، وهذا شيء مخجل، مضيفة أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى $15 في الساعة على الأقل. حيث خاطبت كلينتون شريحة العمال بقولها: أريد منكم أن تعرفوا أن العمل سيكون له مقعد على تلك الطاولة عندما أكون في البيت الأبيض. أنتم تعرفون أن الرهانات في هذه الانتخابات لم تكن كبيرة على هذا النحو في أي وقت مضى. And then they pretend to move their headquarters overseas. I call it a perversion, but under the tax code it's called an inversion. And we will make you... أكد تقرير حكومي قدمه رئيس الوزراء الصيني في البرلمان اليوم أن بكين خفضت نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى ما بين 6.5 و7% من الناتج الإجمالي. وحددت الحكومة الصينية في عام 2015 هدف النمو بنحو 7%، فيما حققت في النهاية نموا سنويا بلغ 6.9%، وهو الأدنى منذ ربع قرن. واستمر تراجع مؤشرات الاقتصاد في الأشهر الأخيرة في الصين وسط تدني الطلب والتجارة الخارجية وانكماش الأنشطة المعملية وركود الاستثمار في العقار، أحد أعمدة الناتج الإجمالي وفائض الإنتاج في المجال الصناعي. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل إبراهيم لحويتي. إليك إبراهيم. شكرا يا. أما الآن ننتقل في جولة على درجات الحرارة في بعض المناطق الليبية. ذرنا بين انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والحرب على الإرهاب. بان كي مون مستقبل